ليكم الكريب مالحين صالي ومعمرين بالكفته. الكريب ساهلين باش نوجدوهم يا دنيا. احنا عارفين كاملين كيفاش كنديروا ليهم. الا بغينا نديروا كميه كبيره كنديروا هادو لي كريب، اربعه ديال البيضات، ثلاثه ديال الكيسان ديال الطحين، معلقه صغيره ديال الابزار، ويطرو ديال الحليب وشويه ديال الملحه. كنخلطوا هادشي كامل في الميكسر حتى كيندمج، وكنطيبوهم في مقله اللي ما كتلصقش اللي كنطيبوا فيها البغرير. كنخليهم واحد شي شويه وكنوجدوا الحشوه. الحشوه فيها الكفته واحد، المهم على حسب الكميه اللي درنا ديال الكريب. بصله كبيره، شويه ديال الزبيده بلديه، الملحه، وفرماج. جو بريفير اما يكون فرماج موزاريلا ولا شيدار. شيدار حتى هو كيكون لوغو ديالو زوين. كنقبطو كنديرو داك البصله، كنديرها في زويته على ما كنديوها ونجيبوها في ديك المقله. وكنزيدو عليها الكفته وكنخليوها حتى هي سميتو. الا بغينا نزيدو دي شامبينيون حتى هما راه كيجيو مزيانين، نزيدو شامبينيون. وحتى كيطيب هادشي هذا كنخليوه يبرد واحد شي شويه، وكنحطو في قلب داك الكريب اللي درنا. كنديرو الحشوه كنحطو هي الاولى، كنديرو شويه ديال الفرماج وكنجمعهم. بغينا نزيدو نطيبوهم واحد شي شويه في مقله، الا كنا غناكلوهم بغينا ناكلوهم سخانين، الا كنا غنديوهم معنا غير بحال هكا راه كيجيو هائلين. نعم، وبصحة وراحة، تبارك الله عليك.